بالنسبة للرسم القبطي ده فن لوحده، مش أي حد يرسمه، في رموز، كل رمز بيدل على حاجة، كل لون بيدل على حاجة. أنا ببقى مبسوطة وأنا موجودة برسم. الموضوع مش بسيط لكن ممتع. اسمي سارة جامد، من سوهاج، خريجة فنون المنيا 2019. دخلت الكلية تنسيق، ما كانتش هواية. اتعلمت في الكلية، بدأت في تالتة كلية اشتغل على نفسي، بدأت اتعامل مع معرض، طلعت له لوحتين. بعد كده حسيت يعني طلعتهم وبرضو كان في انتقادات، بدأت أصلحها، ما أحبطش. بعد كده في سنة رابعة نزلت عملت المشروع، وبعد ما رجعت اشتغلت في معرض سيراميك، كنت مهندسة لمدة سنة، بعد كده سبته وجاني الشغل ده. بدأت أشتغل فيه واحدة واحدة، أبونا وعملت شغل محافظ سوهاج، كنا في حفلة إطلاق الهوية وقدمت له لوحة، سيادة اللي هو طارق الفيقي بس. وبعد كده جابني في المكتب وقال لي إن محتاجك تكملي باقي تابلوهات المكتب، وقعدنا يعني وشبه خلصنا الشغل يعني. بعد كده بدأت أنزل هنا، عملت أول لوحة عينة، كان يعني أنا أبونا جاني قال لي إن ده تخصصك وعايزينك تشتغلي في لوح الكنيسة. اشتغلت أول لوحة عشان الرموز واللاهوتيات والقبطيات اللي بتبقى في الرسم عموما، ما درستهاش بالتفصيل في الكلية، أنا دارسة لون أكاديميا بس. فعملت أول لوحة كانت عينة، عجبت أبونا وقال لي هنكمل الشغل. كملنا الشغل ولسه مستمرين. يعني أنا مسكت كنيسة الملك غبريال والأنبا شنودة في قرية ولاد عزاز، دي كانت أول شغل ليا. بشتغل على أسقف جبس، ما واخد طبقة عازل، بشتغل ألوان زيت. يعني الحاجات دي بتاخد مني وقت، والتفاصيل عبال ما تتفنش بتاخد وقت أكبر وتركيز أكبر. بنطلع على السقالة، يعني أكبر ارتفاع طلعت عليه دلوقتي كان 5.5 متر. أنا خايفة على السقالة وفي نفس الوقت أنا عايزة أطلع شغل، فده كان بالنسبة لي تشالنج يعني. وأول صورة خدت فيها يوم ونص، كانت أنا وأختي، فده بالنسبة لي كان حاجة تفرق يعني في الشغل وفي الوقت، وإن كانت أول مرة أطلع سقالة. وأنا بستعين بصور وبستعين بكتب حاليا، عشان مدرستش ده بالتفصيل، وبجيب الصور من على بنترست بعض الشيء، وبتأكد ان كل رمز فيها وكل تفصيلة فيها مطابقة للطرز القبطي اللي احنا شغالين فيه. في حاجات تاني يعني ابونا بيبقى ليه تعليقات عليها، بيبقى المرجع بتاعي ابونا، بيبقى دارس قبطي اكتر، برجع له اكتر يعني. ابونا 1 2 3 هنعمل كذا، لا تمام هنشيل دي مش هينفع نشتغلها، فبنتناقش، بيفهمني، ذخيرة معلوماتي بتزيد، وبعمل حاجة صح في الآخر يعني. نشكر ربنا إن عندي مرجع، مش شغالة لوحدي. بتبقى في غلطات بيبقى بنتعلم، بس بعد كده بنلقط الحاجات اللي ممكن تتعدل وبنعدلها قبل ما نفنش. اسمي كريستين كامل، عندي 23 سنة، اتخرجت من تربية فيزياء دفعة 2020. بدأت في الرسم من زمان خالص، من ابتدائي، لأنها هواية أصلا. وبعدين كمان شوية يعني في الجامعة كده، ما دخلتش فنون جميلة،
فكنت متضايقة حقيقي، لأني مش حابة تربية أو مش مجالي، أنا بحب كل أنواع الفنون. بدأت من الجامعة أشتغل حاجات هاند ميد، أنزل حفلات، أعمل شغل بلالين، أي حاجة بخصوص الهاند ميد أو الرسم أنا دايسة فيها لأني بحبها. ابتديت مع سارة، سارة أخدت سنة في شغل برا، وبعدين ضغط عليها الشغل في مرة قالت لي تعالي يا تينا ارسمي معايا زيت، كنت أول مرة أرسم فيها زيت. قلت لها يا سارة هبوظها، قالت لي جربي، انتي حلوة في الرسم وفي حاجات كتير، جربي مش هتخسري حاجة. جربت وطلعت حلوة، كانت رسمة فرعونية لتوت عنخ آمون. بس بعد كده ابتديت اساعدها، اول ما الشغل ضغط ابتديت اساعدها في رسومات الزيت بتاعت الكنيسة. العيلة كلها بتدعمني، بابا وماما واخواتي اكتر ناس مدعميني، وجواز اخواتي حتى. في الاول اكيد كنت خايفة يعني، بس لما اتعودت خلاص. الارتفاعات العالية برضي بتخوف اكتر من الحاجات القليلة. الحاجات القليلة عادي احنا ممكن نطلع وننزل كتير، لكن في العالي كنا بنطلع وبنقعد فترة فوق عشان لما بننزل ونطلع تاني خوف هو، فبنضطر ان احنا نقعد فترة اطول فوق. بالنسبة للرسم القبطي ده فن لوحده، مش اي حد يرسمه، في رموز، كل رمز بيدل على حاجة، كل لون بيدل على حاجة. لازم ناخد رأي أبائنا في الموضوع دوة قبل ما نرسم أي رسمة. لازم دماغنا تكون حاضرة كمان في الرسم اللي بنرسمه. الموضوع مش بسيط لكن ممتع، أنا ببقى مبسوطة وأنا موجودة برسم. خلال الفترة الجاية نفسي يعني أكبر شغلي، نشتغل أكتر في الأيقونات، أتعلم أكتر عن الفن القبطي لأن هو غني وكتير قوي، وأنا حابة أعرف عنه أكتر. في الشغل أقول إن في شغل كتير للي حابب يشتغل، يعني بالنسبة للشباب إحنا نجرب حاجات كتير، والتعليم في أي حاجة مفيد. لا، اي حد ممكن يرسم الفن القبطي، وهو مش مقتصر على الاقباط بس، لان ده فن، الفن لكل الناس، مش لاقباط بس ومش لمسلمين بس ومش ليهود بس، لكل الناس. طالما ده فن فدي حاجه اي حد يقدر يعملها. هو انا ما اعرفش لحد دلوقتي حد من اخواتي المسلمين بيرسم فن قبطي، بس ما افتكرش ان الكنيسه هتمانع حاجه زي دي ابدا، وهبقى مبسوطه لو في حد يعني بيحاول يتعلم الفن القبطي بتاعنا، لان دوا فيه حاجه من روح كنيستنا، فهبقى مبسوطه اكيد.